كانت الدنيا مغيسه، هو تمشي عندنا في هذاك الغيس، وقف علينا في الطوموبيله وقلنا اش ديروا هنايا وشناهي الكوباني ديالكم وفينا هو لورد ميسيون ديالكم. وانا نقول لهاد لي سودا لي مورايا مصيفط لهم كونسي ديسيبلينار، والكوموندو قال لي صيفطهم حتى لبيدابست، هما تما كيشدو التران للفرون ديال روسيا. دونك انا نوصلهم لبيدابست وارجع للاباز ديالي، ويت مراجع في هذاك الغيس باش يعاود داكشي اللي قلت ليه لي كوموندو ديالو. تيبان ليا في الريتروفيزور تيهضر معاهم واحد شويه وما ينزلوا من الطوموبيله ديالو، هما تما جايين ثلاثه بهم في هذاك الغيس الطوموبيله عندنا. هادوك لي دو غرادي كانوا دي كوموندو، ما كانوش باغيين ينزلوا من الطوموبيله ديالهم حيت ما كانوش باغيين يوسخوا لي بوط ديالهم اللي كانوا مسيرين مزيان في هذاك الغيس. ومني غايجي عندهم هذاك الشيفور ويشرح لهم الهضره اللي قلت لهم ما تدخلش من راسهم، غايقولوا كيفاش ربعه ديال لي سولدا الكبير فيهم كابورال ولا سيرجون هازين الطوموبيله ديال الكرادي وغادي نبيعها في وسط لا ناتور. داكشي علاش نزلوا من الطوموبيله ديالهم وتمو جايين في الناحيه ديالنا، بقيت نشوف فيهم في الريتروفيزور وبقات بيننا وبينهم 21 متر، 20 متر باش يخسروا عندنا ربعه ديال القرط الاساسي. غادي ندور عندي وشايب اللي تيدير براسو بحال هكا بحال تيقرا شي حاجه، كان تيوجد راسو يموت. وفي وسط هذاك الصمت غادي نسمعوا واحد المطر بالجهد ديال الطيارات، كلشي يهز راسو في السما. وفي وسط السحاب غادي يخرجوا واحد الساد لي بومباردي شاسور اونجلي تمو نازلين بيكين على الكونفوا، كلشي غادي يتخلع وهادوك لي كرادي غادي يتلاحوا في وسط الغيس تحت واحد الكاميون، وانا ويوشي غادي نتلاحوا تحت من الطوموبيله ديالنا. وسدينا ودنينا وبقينا تنتسنى من بعد واحد 12 ثانيه وحنا نسمعوا واحد التفرقعه بحال زلزلات الارض. نا خرجوا تحت من الطوموبيله عيبان لنا على الرماد والعافيه، وحدانا تلاحت واحد الرجل لابسه بوط مسيري، كان شي رجل ديال واحد من هذوك لي دو كرادي. غادي نهز عيني انا ويوشي ويبان لنا هذوك الطيارات غادي يجيبوا الدوره باش يكملوا الخدمه ديالهم. كلهم هذوك لي زالمو اللي بقاو عايشين كلهم ولاو تيهزوا لي توران ديالهم ديال لي كامل و تيوجدوا باش يواجهوا الطيارات اللي جايين. انا ويوشي غنضربوا على اللور ديال الطوموبيله ويبان لنا جاكوب ونوي ميسي، طاح عليهم واحد الكانون ديال واحد المدفع بكسرة الاكسبلوزيون طار هذاك الكانون طاح فوق الكابو ومعصوم. انا ويوشي غنبروفيتو في لوكازيون مع كلشي كان مشغول مع دوك الطيارات، وما بيننا غادي جايبين الدورة وحنا نهربوا لواحد الغابة كانت حدانا. بقينا تنجريو حتى دخلنا تخبينا تماك ونعسنا الارض بجوج قدام واحد الشجرة وكنا تنتسناو الباساج الثاني ديال الطيارات. غادي نحسوا المرة الثانية الارض تتزعزع بحال شي زنزال، ومن بعد ما بقيناش نسمعوا الغوات ولا الهضرة بالالمانية من بعد 200 متر فين كانت هذيك لابيست اللي فيها هذاك الكونفو. انا ويوشي غادي نبقاو تنجريو في هذيك الغابة بغينا نغرقوا فيها لداخل باش اوموان نبعدو على لي زالمون ونبعدو على الطيارات. ضربنا يومين ديال المشي انا ويوشي في هذيك الغابة وما كلينا والو في هذيك اليومين. تقربنا لافرونتيير مع لونغري وبقالنا بينو وبينها شي 800 متر، ومن البعيد هو يبان لنا واحد البراج كبير شادين النازيين وما عندكش كيفاش تدوز الا من هذاك البراج حيت كانوا حطوا دي شون دو مين في الطريق كامله ديال الغابه. دونك الا بغيتي تدوز خاصك تدوز من هذاك البراج. كانوا فيه دو بلاندي وحاطين دو ميترايوز كبار هازينهم الفوق، يعني واخا تسلت من البراج بشي طوموبيله ولا بشي حاجه يتيلو فيك يقتلوك. ومن البعيد كاتيبو لنا بزاف ديال الطوموبيلات وحده مرة اخرى ما تيخليو حتى شي واحد يدوز الا لا كان عندك الوراقي تاع بولونيا ولا ديال لاونغري. غادي نقول ليو شي هاد لي زينيفورم اللي لابسين غادي يجبدو عندنا على السطح خاصنا نتخلصو منهم. وتما كرجعنا على لي با ديالنا ما كملناش، بقينا تنقلبو على شي بلاصه نريحو في هذيك الليله. ويتبان لنا من البعيد واحد الفيرمه وطالع منها الدخان وكاينه واحد الدار حداها كلها مريبه، بينها تكون داس واحد الاسكادري ديال لافياسيون وبومباردا والزبل كامل. غادي نقربو لهاديك الفيلمة بشوية، كنا خايفين اللي يكون ساكن فيها شي واحد ولا يكونوا فيها قاع دي زالمون. ودونك كنا نقربو الباب يبان لنا واحد الحمار قدام الباب جالس ياكل في الربيع. غندوزو من الحدا ونحلو الباب بشوية ديال الفيلمة ويبان لنا واحد الصالون كبير ما فيه حتى شي واحد وكان واحد الراجل معلق كان شارق راسو
غادي نضرب الدور على هذيك الفيرمه كامله باش نشوفوا واش كاين شي واحد. وكان هذاك السيد هو اللي كان شارق راسو. غنرجعوا لهذاك الصالون وغادي ننزلوا هذاك السيد ويقول لي واش خاصنا ندفنوه. ودينا مورا الفيرمه كان عنده واحد الجاردان دار فيه بطاطا ودار فيه خيزو وبزاف ديال الليجيم. غادي نديروا واحد الحفره وغادي ندفنوه تماك. من بعد يوشي يقول لي شو البطاطا كيفاش مليوحه. تابع انا الكارطوفن من البولونيا حتى لا فرونتيير ديال لاونغري. قلت لي او ما لقينا شي حاجه ما ناكلو غادي نجمعوا شويه ديال الخضره وغادي نسلقوها في الماء ونتعشاو بها. ويقول لي يوشي غدا خصنا نوضو بكري خصنا نوضو مع 6 ديال الصباح وغادي نطونطيو لا شونس ديالنا ندوزو من الغابه. جاي ملي دات هاد المغامره ومعنا الزهر مايمكنش توصلنا لاونغري بواحد فين يدوز على مينا وتفرقع عليه. بقيت نفكر واحد شويه وانا نقول ليه اوكي غدا نديرو هادشي اللي قلتي ليا. حنا نعسو هذيك الليله فوقنا جوج ناموسيات كانوا رطبين شويه على حساب ديك الحبس اللي كنا تنعسو فيه ولكن كان فيهم واحد الرماد بزاف. الغد لي فيقني يوشي مع 5:30 ديال الصباح غيكون ديجا موجد الفطور كما العاده كارطوفن بطاطا. ملي فطرا يقول لي خاصنا نشدو الطريق واحد باخا كاين الظلمه هي على ما تشرق الشمس نكونوا ديجا في الجهه الاخرى. قلت لي هاد الليله فكرت مزيان وجاتني واحد الفكره واعره غادي ندوزو هذاك البراج بجوج وما غيدوي معنا حتى شي واحد ويهزوا لنا لا باريير وغندوزو. بقيت نشوف فيه يوشو معجب وتيضحك قال لي كيفاش درتي لها دوز قدام هذاك البراج كامل وهذوك لي سولدو ما يشوفك حتى شي واحد. وانا نشرح ليه البلان ديالي. قلت لي اول حاجه غادي نحيدو هاد لي زينيفورم وبان لي واحد الماريو فيه الحوايج وفيه الحوايج ديال العروبيه. غادي نحاولوا ناخذ حوايج قصان علينا وسراو القصان وبان لي واحد جوج صندالات ديال الجلد تماك غادي نلبسوهم على لبسو الصبابط. والباسبور ديالنا اللي ندوزو به هو هذاك الحمار اللي كاين الخارج. هو يقول لي كيفاش درتي لها. قلت لي غادي نخرج وغاتركب فوق هذاك الحمار وانا غادي نجرك وغنمشيو حتى لقدام هذاك البراج ومن الاحسن نمشيو واحد الساعه بين جوج ولا ثلاثه ديال العشيه ني تيكونوا بزاف ديال الطوموبيلات وني غنوقفو عليهم تماك في البراج غنبانو لهم بحال شي مسطين ما يسوقوش لينا ونخليونا ندوزو. هما اللي تيهمو الناس اللي جايين بالطوموبيلات والكاميوات. يوشي عجباتو الفكرة بزاف بان ليا في وجهو ضحك. قالي واخا فيها شوية ديال الريسك ولكن مفيهاش بزاف ديال الريسك على دزنا من الغابة. بقينا تنتسناو حتى الوحدة ديال العشية عاد تحركنا حيت بغينا هداك البراج يكون عامر بالطوموبيلات ومع جوايج جوج جوج وربع تيكونو بزاف ديال الكاميوات وتيكون ترافيك بزاف في هداك البراج. غادي يركب يوشي فوق هذاك الحمار وغادي نجرو انا ونتمو غادي بحال شي جوج عروبيه ويبان لينا هذاك البراج طويل والطوموبيلات وما تسنينا ما والو. بقينا غاديين بهذاك الحمار تندوزو على الطوموبيلات والكاميوات وكلشي تيشوف وحنا نوقفو قدام واحد الكرادي هو اللي تيفيريفي لي باسبور والوراق ديال الناس. وقربنا حدا على نص متر حتى هذاك راس الحمار ولا قريب ليه هو يهز راسو ويبقى يشوف فينا ويبدا يغوت بالالمانيه. وكنت قلت ليه شي ما تجاوبوش دير راسك ما تهضرش بالالمانيه وما فاهمش اش تقول. هو تيغوت عندنا وحنا تنديرو سمعنا هكايا وين ندوزو من الجهه الاخرى. هو يبان العساكريه كاملين تيضحكوا. هو ينزل واحد من هذيك لاتورال مول الميترايات وهز واحد الفوزي وبقى تيضرب في الحمار باش يدوزنا من الجهه الاخرى. كنا معرقلين لهم السير تماك وتما الى قاطعين هذاك البراج وكلشي تيضحك علينا العساكريه والناس اللي كاينين تماك وحنا قاطعين ما مسوق لنا حتى شي واحد وقادر الغرض ديالنا. هذاك الحمار كان هو الباسبور ديالنا. دوزنا جوج براجات اخرين فيما توصلوا قدام شي تشيك بوينت ما تيشوفش فينا كاع الكرادي تيدير لنا بيديه فحال هكا دوز دوز. توصلنا لاول مدينه ديال لاهونغاري وتما قال لي يوتيوب بلا خاصنا نسيباراو من هذا الحمار هذا قضى معنا الغرض مزيان. وحنا نديو واحد لوشون فيه الخضوره بزاف وقبل ما نمشيو يوشي غادي يعنق هذاك الحمار وغادي يبوسو من راسو وغادي نخليوه في هذاك لوشون. نمسونا لهاديك المدينة الصغيرة ما كان فيها ما يدار الناس قلال وكاين شي جوج ولا ثلاثة ديال الحوانت والحاجة الوحيدة اللي كانت تهمنا هي لاكار. كنا تنقلبو على شي لاكار وما كان عندنا حتى شي ريال كان خاصنا نمشيو لبيدابيست. غندخلو لاكار يبان لنا شي ترانة ديال السلعة وحدين ديال المسافرين وانا نقول ليوشي بلا خاصنا نمشيو في ترانة ديال السلعة ونشوفو شي تران غادي لبيدابيست. بقينا تنقلبو ويتبان لنا واحد البلاكة مكتوبه فيها بيدابيست تران غادي بالماكله وبسلعه. وحنا نحلو واحد الباش
وتخشينا بجوج وبقينا تماك ناعسين واحد الساعة حتى حسينا بالطران تيبوجي وغادي بينا. منين دخلنا لهاديك المدينة تاع بيدابيست كانت واحد المدينة زوينة بين ما فيها لا حرب لا والو بحال ما كايناش الحرب العالمية الثانية حيت لا هونغري دخلت على ألمانيا ما كانت لا مقاومة لا والو عطاهم الصور تاع البلاد وما مات حتى شي واحد. دونك المدينة تاع بيدابيست ملي تتمشى في الشوارع ديالها تتقول بحال ما كايناش الحرب العالمية الثانية. الحاجة الوحيدة اللي تخليك تفكر بلا نتايا في الحرب العالمية الثانية هو هذاك الكم الكبير ديال لي سولدا نازي اللي تيدورو في الزنقة وفي ليكار. من وصلوا للسونتر تاع بيدابيست غادي نقول ليوشي بلا خاصنا نبدلو عندنا هاد الحوايج. سافري هاد الحوايج دوزونا كاملين للبراجات ولكن في وسط المدينة ديال بيدابيست يقدو يجيبولنا دي زالمو ويسولونا منين جايين حيت مكناش لابسين كيما عباد الله كاملين كلشي كان لابس مزيان. بقينا غاديين في واحد الشارع والناس تشوف فينا ساعة ساعة وحنا نوصلو لواحد الباتينوار كبيرة دايرينها في واحد الساحة والناس تيجيو تماك تيحطو المونطوات ديالهم وصوابطهم وتيكريو هادوك لي باتان وتيدخلو يديرو باتيناج. من وصلو حداها غادي نشوف يوشي وبدا يضحك. قلت ليه واخا دبرنا على الحوايج اللي غنسافرو بيهم حتى لفرنسا. بقينا واقفين واحد شويه تماك تنشوفو في المونطوات والصوابط تنعبرو لي طاي ديالنا ومن بعد 5 مينوت خرجنا من هاديك الباتينوار لابسين جوج مونطوات جوج صوابط سخان وغاديين في حالاتنا. ملي كنا شادين الطريق ديال لاكار يوشي يقول لي كاينه شي حاجه في الجيب الداخلاني ديال الموطو غيخشي يدي ويجيب واحد البسطام وكان عامر بالفلوس ويبان لي الوجه ديالو تبدل كان قاتلنا الجوع وكان خاصنا نشريو تيكيات لفرنسا يعني الثمن ديالهم كيكون غالي. هو يقول لي يوشي اول حاجه خاصنا نديروها قبل من لاكار خاصنا نمشيو ندبروا على شي ريستورون وناكلوا شي وجبه ما فيهاش كارطوفل. اول حاجه نقول لهذاك السيرفور جيب لي اي حاجه عندكم الا البطاطا. وبقينا غاديين تنضحكوا غادي نتغدى واحد الغدا زوين ومن بعد نشدو ديريكسيون لاكار كانت تكون اخر ميسيون ديالنا حيت فهاديك المدينه ديال بيوتابيست الحياه فيها زوينه ولكن لاكار هي الحاجه الوحيده اللي محروسه تماك. من وصل لاكار كبيره ديال بيدابيست كانوا جوج بيبان كبار تيدخلوا عباد الله وكانوا واقفين دي زالمون تماك ما تيقلبوش كلشي تيدوزو 20 واحد وتياخدوا واحد تيطلبوا ليه لي بابي ديالو. وانا نقول يوشي الا بغينا نسافروا بلا مشاكل خاصنا نتفارقوا هنايا ونتلاقاو في التران اللي غادي لفرنسا. كانوا حدا لاكار واحد الكاميوات تيحطوا الباليزه ديال عباد الله ويتبان ليا واحد الباليزه صغيره وانا نتكى عليها وشديت الصف باش ندخل لاكار. ومن الجهه الاخرى ديال لاكار تيبان ليا الصف اللي فيه يوشي وبين فيه الخلع من البعيد. غادي نوصل قدام هذاك الناس وكان قدامي واحد غيطلب لي الوراق ديالو ومن المورا غادي يدخلنا حنا 10 بينا غيطلب منا والو. ملي دخلت لاكار كنت فرحان مشيت ديريكتومون للكيشي كان خاوي سيتو لانترناسيونال اللي تيدير فرنسا. غادي نشري واحد البيي وغادي نطلع في التران غادي نجلس في الكومبارتيمون ديالي وكان فيه الجاج واحد الخميره غادي نعراهم ونبقى نشوف شنو طاري تنشوف صاحبي واش دخلوه ولا لا. من بعد واحد دي مينوت هو يبان ليا تيدور في لاكار حتى هو تيقلب على الكيشي خلاوه يدخل وبقيت حاضر من البعيد من التران اللي جالس فيه. ملي شرى التيكي ديالو دار في جيبو تم جاي للناحيه ديال التران هو يهز عيني وانا نبان ليه من الجاجه ويضحك معايا من البعيد. تقرب واحد 10 متر للتران ووقف عليه واحد السولدا نازي بقى تيهضر معاه ما عرفتش اش كان تيقول ليه من البعيد. وانا سد الخاميه وبقيت نشوف من واحد الشقه بين المشاكل يبداو عاقو به وغادي يديو ويبان لي هذاك النازي يهز يديه وتمو جايين دو سولدا اخرين نازيين ولا تيهضر معاهم بثلاثه. وهذيك الساعه وانا سد الخاميه عرفت يوشي بشافها وحنا نسمعو بالجهد في لاكار ويتم داخل واحد جنرال وداخل مع دي سولدا وانا نحل الخاميه ويبان لي هذوك ثلاثه لي سولدا اللي كانوا تيهضروا مع يوشي مشاو تيتجاراو عند هذاك الجنرال وعطاو السلام ديالو داكشي صغار اللي تيدخل شي جنرال شي كار ولا لي سولدا تيتلاقاو مع الجنرال. وبقى يوشي بحال شي مسطي واقف بوحدو هو يشوف فيا وانا نقول ليه اجي تسنى وتم طلع في التران وجالس حدايا. بقينا جالسين في هذاك التران واحد 10 دقائق على ما يديماري وهاديك 10 دقائق باتنا بحال عامين كنا تنتسناو عيب وجي من تماك. واحد شويه حنا نسمعو لي موتور ديال التران بداو تيخدمو وتحرك بينا مرات كل بلاكار. شدينا 4 ديال الترانات باش نوصلو لا ديستيناسيون ديالنا والسفر ديالنا داز بلا مشاكل. واخا تران شدينا كان من ميلانو حتى لكرونوبل
من وصل لاكار ديال غرونوبل غادي نشوف يوشي بدا تيبكي، رجع لي هذاك الشيء كامل اللي دوز، ما عمرني ما شفتو تيبكي. اول حاجه دارها غادي يبوس الارض ديال غرونوبل، كانت هي المدينه اللي ما وصلاش للاستعمار ديال الالمان وكانت في لازون ليبر. يوشي كان عنده بزاف ديال لي كونتاكت فرنسا، الناس لاباس عليهم حيت كان في البيزنس قبل ما تبدا لاكار، وكان عنده دي زانتيريمون في لو سو ديال لا فرونس. كان تيسحابني غادي يبدا لاكتيفيتي ديالو اللي كان تيدير، يبيع التوابات في العالم كامل، ولكن هو ينوض واحد الحرب على لي زالمو، واحد الحرب اعلاميه. مشى جمع دوك الصحافه كاملين وشرح لهم شنو كان تيطرا تماك في بولونيا. الالمان كانت سينات هذيك المعاهده ديال جنيف، يعني ما خاصش تقتل المساجين وما تقتلش الناس سيفيل، تقتل على الناس اللي معاك في الحرب. ودونك عاود لهم داكشي كامل اللي كان تيطرا تماك، كيفاش يوقفوا الترانات، كيفاش يعزلوا الناس اللي غيعيش النهار الاول واللي غيمشي يضرب تمارة. وفي نوفمبر 1946 غادي يعيطوا عليه كشاهد، ويعيطوا عليا حتى انا كشاهد، على هذوك المأساة اللي طرا في بولونيا. ودونك هذوك لي جينيرو كاملين ولا هذوك لي غرادي اللي ساهموا في هذه المأساة كلهم تحاكموا في هذاك البروسي ديال نيورنبرغ. ومن بعد 1946 ما بقى عندي ما يدار، مشيت للفيرما ديالي اللي جات في الالزاس، اون فان كونت ما بقاتش الفيرما ديالي ولا ديال الناس اخرين وعندهم وراقي اخرين. دونك الحاجه الوحيده كان خاصني نرجع لبلادي. هو يقول لي يوشي الا بغيتي نمشي معاك للمغرب، وعندي واحد البيزنس كبير تماك بغيت نديرو، ومن الاحسن نديرو في المدينه ديالي. كان هو من صويره، ومن تما كنمشي نعيش انا وياه في صويره، المدينه اللي تولد فيها، ونديرو بيزنس بجوج، واحد البيزنس يفهم فيه هو مزيان، هو البيع والشراء ديال التوابات. الاخوان كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كانت واحد السلسله ديال 4 ديال لي زيبيزود. نتمنى تكون عجباتكم وعشتوا معايا واحد الوقيته زوينه. بون بلا ما ندخل معكم في داك الشيء ديال سبسكرايب ودير هذا، راه فتنا 100000. ولكن لا عجبك الفيديو وداك الشيء، حاول دعم القناه بدي لايك كومسا لهذاك الاناليتيك تاع يوتيوب يقول بلي راه تنديروا فيديوهات زوينين ماشي تنخربقوا على عباد الله. الاخوان نخليكم حتى المره الجايه مع قصه جديده ولا موضوع ولا بوتيت الدرع الفضي نديروا عليه شي فيديو. وحتى المره الجايه وبسلامه.